ما عمره يشقى من عاش بالقرآن، من ذاق آيته لا ينسى. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في روضة القرآن، وهذه الحلقة 300. الحلقة 300 نتناول آيات من سورة الأنبياء. يقول تعالى في سورة الأنبياء: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، دايما كل واحد حسابه قرب. طب يعني حسابه قرب؟ يعني تلاقي واحد عمال يضحك قوي 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 ويلعب، وبعدين يمشي بالعربية تتقلب العربية يموت. كان معانا بيضحك ويلعب، مات. لما مات قامت قيامته. يعني قامت قيامته؟ عرف إذا كان من أهل الجنة ومن أهل النار. القبر إما روضة من رياض الجنة وإما الحفرة من حفرة النار. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. كل ما تقول للناس على آيات يعني يسمعوا كده، هم بيضحكوا هم بيلعبوا، ها، لاهية قلوبهم، والعياذ بالله. ربنا يعني يجعلني وإياكم من القلوب المركزة. لاهية قلوبهم، هي في ناس لاهية قلوبهم دلوقتي، في ناس لاهية قلوبها، يعني تلاقيها كده حاطط الفون في ودانه وعمال يغني وماشي مبسوط وعايش في عالم غير اللي الناس عايشة فيه. يعني الناس عايشة في هم وحزن ونكد وهو ملوش دعوة. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى، يعني إيه؟ بتوشوشوا على إيه؟ الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يعني يقول لك إيه ده؟ سحر، ده سحر إيه؟ في ناس بيتهموا الدين على إنه أفيون الشعوب، وإن الدين ده بتاع الفشلة. يعني إيه الفشلة؟ يعني اللي مش قادرين يحققوا أي حاجة، اللي مش لاقي شغلانة يروح الجامع عشان يشحت. لو في ناس بتروح الجامع عشان تشحت، ها؟ ودايما اي حد بيلم صدقات في الجامع ده حرامي. اي حد بيلم صدقات في الجامع ده حرامي، لان الشحات حرامي والحرامي شحات. فربنا بيقول ايه؟ قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم. ربنا هو اللي عالم، صح؟ قال ربي يعلم القول، هو اللي عالم اذا كان ده حق ولا باطل. بل قالوا اضغاث احلام. كل مرة بقى كانوا يقولوا على القرآن كلام وحش، أضغاث أحلام، ده تخاريف، بل هو شاعر، دي أشعار. فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. إحنا عايزين معجزة، عايزين معجزة. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها. طب ما جالهم المعجزات هم أمنوا؟ اللي جالهم المعجزات أمنوا؟ ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. ما كل الأمم كان لها أنبياء رجالة برضو. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر أهل الأمم قبلنا، اليهود اسألوهم كان في نبي اسمه موسى؟ يقولك آه. واسألوا النصارى كان في نبي اسمه عيسى ابن مريم؟ آه يقولك في نبي اسمه عيسى ابن مريم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام. والأنبياء دول ما كانوش ملائكة، لا كانوا بيأكلوا الطعام. معنى ان النبي ياكل يبقى لازم عنده اخراج، ومعنى انه بياكل وعنده اخراج يبقى بينام، تمام. وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فانجيناهم ومن نشاء واهلكنا المسرفين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. اللي يسمع القرآن: أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. يعني فيه ذكركم؟ ذكر العرب، عز العرب. الكتاب ده فيه ذكركم، فيه عزكم. أي إنسان بيقترن بالقرآن يخلد. كنا زمان من 30 سنة أو أكتر، إحنا وبعض الزملاء خريج الجامعة لسه متجوزين وعندنا أطفال، يقول لك احنا ندخل اولادنا مدارس لغات، المستقبل للغات والكمبيوتر، المستقبل للغات والكمبيوتر. بعد 30 سنه لا لغات ولا كمبيوتر، والعيال قاعده جنب اهاليها في البيوت. اللي تميز اللي حافظ القران. عشان كده ربنا بيقول ايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، فيه عزكم، فيه سعادتكم. كل ما تقرب من القران تخلد. الكلام ده خالد، افلا تعقلون. يقول تعالى في سوره الانبياء: وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه. هو في قرى ظالمة؟ في قرى ظالمة. ما هي القرى لما تسرف على نفسها تظلم. أنا شفت مرة قرية في صعيد مصر، القرية دي جالها سيول، والسيول دي عومت البيوت لدرجة إن الماء بقى توصل للدور الثالث،
وخرجت مع المية التلاجات والغسالات والبيوت غرقت. اه والله لغاية الدور التالي. ومش بس كده، وكان عندهم مستودعات بترول، فالبترول طفى على وش المية والدنيا ولعت، فبقى اللي يقب فوق يعني اللي ينجو من الغرق يتحرق. فسألنا القرية دي كانت بتعمل ايه؟ كانت بتتعامل بالربا. بالربا يعني يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم، مش كده ولا ايه؟ اذا تبتوا وسبتوا الربا ربنا هيشفيكم، ما تبتوش وان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. مين ده اللي حارب ربنا؟ في ناس بتحارب ربنا. اه طبعا، بياكلوا الربا اضعافا مضاعفه. وكم قصمنا من قريه كانت ظالمه وانشانا بعدها قوما اخرين فلما احسوا باسنا اذا هم منها يركضون. اول ما يجي العذاب ويجي السيل ويجي الحريق الناس تجري لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. ارجعوا بقى للمساكن وارجعوا بقى للطرف وللقصور والفيلات، والناس عامله شواء زي ما تكون يعني ما شاء الله مش هتموت ولا لها مقابر، مش كده ولا ايه؟ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. قعدوا يقولوا يا رب بقى رجعنا، يا رب رجعنا. ترجع مين يا بيه؟ حتى إذا جاءه الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائله. دايما لما الموت يجي يقول لك يا رب رجعني تاني، زي واحد عنده مرض شديد، يا رب رجعني ومش هعصيك ابدا ومش هسهر ومش هغني، يا رب رجعني سليم ومش هعصيك. والله العظيم انا شفت ناس كتير كده، والله الذي لا يغير، شفت ناس كتير تلهو. كان عندنا شاب زميلنا كده، نيجي نروح نصلي في الجامع يشوفنا يستخبى يخش البيت عشان ما نقولش تعالى نصلي معانا، كل ما نشوفه يستخبى. وبعد كده جاله سرطان، فلما جاله سرطان طلعنا نشوفه ونزوره، فيقول لي ادعي لي ادعي لي اقوم انا اروح الجامع، انا هكنس الجامع، انا هقعد في هصلي الفجر وكل الفروض في الجامع. لكن هي اسابيعه وراجل توفاه الله. شوف شوف، لا تركضوا وارجعوا الى ما اترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون. قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين. عشرات الناس عصوا الله عز وجل، ولما ابتلاهم بالعذاب ولما ابتلاهم بالمرض قالوا يا رب نرجع. بس ترجع مين؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وفي ناس لما رجعت اسوأ مما كانت. في مغنيين كده شفتهم لما ربنا ابتلاهم بشغل يا رب ده انا هبني لك جامع وهعمل واعمل، اول ما ربنا شاف رجع يغني ويرقص ويعمل، ولا كان ربنا عمل فيه حاجه. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين. ربنا ما بيخلقش الكون ده عبث، ولا الشمس عماله تلف والارض عماله تلف عبث، لا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. بس بيقول لك بقى إيه؟ ربنا ما بيلعبش، ما فيش أحداث في الكون بتطلع غلط، ده حاجات مترتبة على بعض، واللي أنت شايفه غلط ده هتلاقيه عين الصح، والله أنت اللي النظر القاصر. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. بص الحكاية دي، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، يضربه في دماغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يعني هل الحق قوة دامغة؟ وده اللي أنا بقول عليه، لو إن في واحد بيتكلم بالحق ومعاه الحق تلاقي حجته دامغة، خلي الناس كلها اللي قدامه تكذب، زي موسى كده ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. شوف حجة دامغة. فعشان كده بقول لك ايه، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، وقل جاء الحق وزهق الباطل فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول تعالى في سوره الانبياء، وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. تفتكروا كم ملك بيعبد ربنا؟ كم ملك؟ حضره النبي بيقول في السماء السابعه البيت المعمور في السماء يدخله كل يوم 100,000 ملك، ومن يدخله لا يعود إليه إلى يوم القيامة. تخيل بقى كم ألف دول كل يوم بيدخل البيت المعمور 100,000 ملك من الملائكة الكرام، ومن يدخله لا يعود إلى يوم القيامة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دول الملائكة الكرام. هل أنت مع الملائكة الكرام ولا مع الشياطين؟ إن شاء الله نلتقي في حلقة قادمة في روضة القرآن. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.